أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ضرورة التنسيق الكامل بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي وصندوق تطوير التعليم في مختلف الملفات، بما يسهم في تنفيذ استراتيجية الدولة لتطوير التعليم. وخلال اجتماع رئيس الوزراء تم التصديق على محضر اجتماع مجلس إدارة صندوق تطوير التعليم رقم 42، ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن هذا الاجتماع واعتماد الحساب الختامي للعام المالي الماضي. وكذلك اعتماد مشروع موازنة الصندوق للعام المالي 2024/2025 كما شهد الاجتماع عددا من الموضوعات المالية والإدارية الخاصة بصندوق تطوير التعليم